في يوم جديد من أيام الثقافة نبدأ هذه الحلقة مع الكاتب المتميز دكتور محمد المنسي قنديل ضيف الأهرام وضيفكم أحبائي المستمعين في كاتب وكتابة. معكم مقدما ومعدا ياسر عبيدو. دكتور محمد المنسي قنديل أحد القامات الكبرى في الرواية والقصة بل والنقد والمتخصص بشدة في أدب الأطفال. أنا لما كنت في أوزبكستان كان في معرض كبير قوي مصر عاملاه بيعرض منتجاتها في أوزبكستان علشان توري لهم المنتجات المصرية. المنتجات المصرية كانت حلويات ومكسرات وأشياء بسيطة جدا كده مخجلة، لأن البلاد دي كانت بتصنع طيارات. أيوه. كان عندها مصنع طيارات وبير حرس وعندها تكنولوجيا متقدمة جدا لأنها كانت مرتبطة بالاتحاد السوفيتي، فعرفت عصر الصناعات الثقيلة اللي احنا ما كناش دخلناها، فكان شكلنا مضحك الحقيقة. الاستعمار عطلنا عن دوت إضافة لجزء مننا احنا. الجزئية دي يا دكتور مهمة قوي. الدول ديت احنا ما عرفناش ان احنا نمسك بتلابيب هذه الدول للخروج من الشرنقة الحصار الغربي المفروض علينا. وحصار من انفسنا ايضا. اعتقدش ان هو غربي فقط، ولا انت حد شايف ايه؟ لا طبعا من انفسنا. احنا مصرين على التخلف، مصرين على اننا نتمسك باهداب اشياء متخلفة جدا، وعندنا تحريمات كتيرة قوي بنحرمها على نفسنا. ده بتمنعنا من ان احنا من مغامرة، من دخول طرق جديدة. زي ايه من الشخص يعني نفسر بعض الحاجات منها؟ يعني احنا عايشين دلوقتي كل حاجة ممنوعة، ما بنقدرش ندخل في نتجادل حتى في العلاقات الاجتماعية اللي بيننا وبين بعض، ما برضو ممنوعة في أشياء كتيرة جدا. أنا كنت مرة في كندا ولقيت المصريين مجتمعين عاملين صواني محشي وصواني مكرونة بالبشوز، حاجات كتيرة جدا يعني مفردات المجتمع المصري، بينما الغربيين حوالينا مسكين حاجات بسيطة، سندوتشات بسيطة جدا وبتاع، وبيمرحوا وبيلعبوا وبيعملوا. فواحد قال لي احنا عطلنا نفسنا. قال لي اصل هو الاكل هو الحاجة الوحيدة الحلال اللي عندنا، انما الباقي كلها حاجات محرمات ما بنقدرش نقرب منها. يعني احنا عندنا اكبر خدعة بنمارسها على نفسنا اللي هي حرية التفكير، ان احنا ما بنقدرش نوصل للمدى لاخر المدى زي ما انا قلت. وده عيب الحضارة العربية كلها بشكل عام، ان احنا في الافكار عندنا مقموعة الى حد كبير. طبعا ده بيلتقي مع افكار وزير الثقافة الاسبق المرحوم الدكتور جابر. حضرتك يعني عشرته والمجموعة دي طبعًا كانت طبعًا معاك فتأثرت بيهم. كنتوا كم واحد بقى في المجموعة دي؟ احنا كنا كتير. انا فاكر ان انا كنت عبقرة على فكرة يعني. في الثانوية العامة يمكن لما رحنا قصر الثقافة اول مرة انا وصديقي الاديب جار النبي الحلو، ولقينا مجموعة المحلة كانت متشكلة، وكان بيقودها جابر عصفور. كان في جابر عصفور، وكان في الله يرحمه سعيد الكفراوي، والله يرحمه نصر ابو زيد، ورمضان جميل، ومحمد صالح، شله كبيره قوي من الشلل، وكلهم كانوا بيكتبوا شعر وادب، وكنا بننقد بعض بقسوه شديده جدا يعني، وكنا بنستنير براي جابر لان هو ما كانش فارق عننا كتير في السن، بس كان انضجنا على المستوى الفكري والمستوى النقدي. كان جريء على النقد. وكان جريء. وهو طول عمره كان مستنير وبيحب الأفكار الجديدة، وكان بيطلع على الأدب الأجنبي وعلى آخر هذه المدارس. وهو حتى في حياته لما التحق بجامعة القاهرة ما كانش قاعد فيها كتير، يعني في فترة من فترات راح درس في أمريكا، وفترة من فترات راح درس في اليابان، وراح السويد، راح بلاد كتيرة قوي، وكان بيلف وكان بيجمع خبرات رهيبة جدا. وده بيبان عليه لما كنا بنقعد مع بعض. احنا كان لنا قعدة شهرية في بيت كل واحد مننا، يعني كل شهر كلنا كنا بنجتمع لشلة المحلة
اللي هو كان رئيسها وزعيمها يعني. بنجتمع في بيت، كنا ساعات بنجتمع عنده، ساعات بنجتمع عند نصر ابو زيد، ساعات بنجتمع عندي يعني كده، فبنتبادل الافكار والخبرات والاشياء دي كلها. كان واضح ان هو سابقنا، ان هو بيشوف افق احنا مش شايفينه، وهو كان زي ما بيقولوا الشعله المضيئه وسط شله المحله. طبعا احنا فقدنا نقد مهم جدا برحيله، واتمنى ان ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته على الاشياء اللي ازدها الثقافه العربيه يا رب. في راديو الاهرام نمر مرور سريع، طبعا الوقت بيجري غريب ومعك يعني مش حاسين بالوقت يا دكتور. يوم غائم في البر الغربي، تراث العبيد، يعني حضرتك كنت بالذات يعني اللون الاسود دي عند حضرتك رواية كاملة في الإنسان بقى، يعني إيه في قمع الإنسان، وأنا كنت مستغرب يعني إن يبقى كنتي والجزور تبقى حضرتك ليها جزء ليها بس مصري. كلمنا عن هذه التجربة. أنا بحب الرواية بتاعي تبقى مرتبطة بقضايا عامة، مش بكتب أي رواية للتسلية أو للأحداث. يعني زي ما قلت لك انكسار الروح دي اللي كانت بترصد حالة المجتمع المصري والطبقة العمالية في المحلة. بعد كده قمر على سمرقند كانت بتحكي رحلتي لوسط آسيا والتغيرات الرهيبة اللي كانت بتحصل فيها بعد انفصال مع الاتحاد السوفيتي. يوم غائم في البر الغربي ده جزء من التاريخ المصري، وكان متعلق باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. أنا ما اتكلمتش عن اكتشاف المقبرة لأن دي قصة معروفة كل الناس عارفينها. أنا اتكلمت على البدايات الكتيرة اللي كانت بتموج في المجتمع المصري قبلها. قبل فترة العشرينات إحنا ما كناش أشخاص حقيقيين، كنا مجرد أرقام، أرقام بتموت في حفر قناة السويس، وأرقام بتموت في الحروب اللي كان الولاه الترك بيوديها لنا، حرب المورة والأشياء دي كلها. الإنسان كان رخيص عندنا المصري. كنا أرقام. كنا أرقام. لما بدأوا يتكلموا عن أثار توت عنخ آمون إحنا حسينا أن العالم اتغير، لقينا الهوس الشديد جدا بالأثار المصرية والفرعونية والتاريخ اللي أطلقوا عليها توتامانيا. توتامانيا ديت قعدت لنا اعتبرنا كحضارة قديمة، كناس عندهم تاريخ. بقينا نبص في المراية بنلاقي وجوه ناس لها أسماء ومعالم ومصائر بتبتدي بالميلاد وتنتهي بالموت، بقينا أشخاص معلومين. وده كان سبب تمسك المصريين قوي بهذا الاكتشاف. وبعد كده احنا استردينا قوي جزء من كرامتنا ومن شخصيتنا. لو تفتكر في العشرينات اتعمل أول دستور مصري، وتعملت الجامعة المصرية، وتعاملت السينما المصرية، وتعامل معهد الموسيقى العربية، وتعامل أشياء إنجازات كتيرة جدا. بدأت الثقافة المصرية تعبر عن وجودها الحقيقي، وبدأت نشأة ما يطلق عليه القوى الناعمة لمصر بدأت في العصر ده. أنا حبيت أأرخ للفترة ديت لأنها كانت فترة فاصلة في التاريخ المصري والعربي. الرواية التاريخية حضرتك عملت بعد انكسار الروح، ابتديت تدخل بقى في تتحرر من اثار الهزيمه الداخليه كده في الروايات الاخرى، يعني قمر على سمرقند، ثم بعد ذلك انا عشقت، وبعدين كتيبه 2012 سوداء، وكتيبه سوداء طبعا اللي هي عن العبيد بالظبط، وقصه التقاء العبيد بقى في اللي هم جايين من افريقيا اللي هم كانوا هنا وانضموا للجيش، وبعدين الغريب قوي ان هم سافروا المكسيك. وبعدين انت خدت الروايه بقى من المكسيك تانية، الاميرين اللي هم راحوا المكسيك عشان يبقى ملك وملكه والصراع. التقاء ده القصه دي كانت ازاي؟ يعني دي غريبه قوي يعني. والله هي قصه موجوده بذورها في التاريخ، لكن كل الناس كانوا بيتجاهلوها باعتبار ان دول كتيبه سوداء، يعني نوع من عنصريه القرون الوسطى، وده اللي خلينا اتعاطفت معاهم. ولما ابتديت اكتب الروايه ما كانتش المعلومات متوفره عشان اقدر اتتبع مصائرهم، فسافرت للمكسيك للمكان اللي دارت فيه الاحداث. هم حاربوا في 6 مدن، استطعت ان انا ازور منهم 4 مدن واشوف بالظبط حصلوا ايه.
طبعا المعالم تغيرت لان دي كانت 1876 والميون تغيرت وكل حاجه. طب هل ليهم احفاد طبعا موجودين؟ قابلت حد منهم؟ اكيد ليهم، ما قابلتش حد، بس هم هناك المكسيكيين ما كانوش بيحبوه، كانوا فاكرينهم فرقه من المرتزقه اللي الجيش الفرنساوي جايبهم عشان يحاربوا معاه، ما كانوش عارفين الشرط الانسان الصعب اللي هم كانوا بيحاربوا فيه، وانهم راحوا على بلد غريب عليهم، مغلوبين على امرهم، ومغلوبين ما يعرفوش اللغه، ما يعرفوش المكان، ومع ذلك صمدوا. هم كانوا 500، مات منهم 150 والباقي رجعوا، والباقي كانوا راجعين مؤهلين، يعني كانوا راحوا ما يعرفوش حاجه غير البندقيه، رجعوا وهم عارفين اولا بيتكلموا فرنساوي، بيركبوا خيول، بيعوموا، بيتعاملوا مع الاسلحه الحديثه، كان ممكن يبقوا نواه لجيش مصري رهيب مش يحتل العالم ولكن يدافع عن مصر على الاقل. بس اللي حصل ان الولاه العثمانيين او الولاه الاتراك خافوا منهم ففرقوهم، فناس منهم راحوا ماتوا في السودان، وناس ماتوا على حدود أثيوبيا، وناس ضاعوا في أوغندا، وتفرقت التجربة الكبيرة دي. طبعا حضرتك في أنا عشقت، وقفت على رصيف المحطة، وقفت ورد تؤدي حبيبها حسن قبل الرحيل، وقفت هناك ولم تتحرك بعد ذلك ثانية، وقفتها المستمرة تلك دفعت بطل الرواية في رحلة من مدينة الصغيرة إلى القاهرة التي تغلي من شدة القهر. بدأت هنا بقى تدخل في الصراع. الصراع دوت صراع الإنسان وصراع البشر، حتى حضرتك وصفته بتقول إيه من الجماعة، حتى السجون المكتظة بكل أنواع البشر كبطن الحوت شاهد كيف تموت البراءة ويسحق الإنسان. الوصف بتاع حضرتك سرد رائع، يعني بيجيب دق خلاجات النفس يعني حقيقة يعني. فأنت عبرت عن الإنسان المطحون، لذلك تعاطف الشعب معك أعتقد يعني أن طبعًا في أجيال ناشئة. طبعا أنا واحد منهم. أنا واحد منهم، أسرتي أسرة من أسرهم يعني كبيرة طبعا دي فازت بجائزة سويرس اللي هي قمر على سمرقند، وترجمت إلى الإنجليزية. أعتقد أن في أكتر من لغة ترجمت ليها مش الإنجليزية بس. الإنجليزية، وأنا عشقت الصينيين ترجموها، ويوم غام في البربر الغربي ترجمت في أمريكا. يعني جامعة شيكاغو، لا مش شيكاغو، لا مش شيكاغو، هفتكر لك الاسم. أنا يعني بنسى. ففي حاجات ترجمت كتير يعني. بس ما ترجمتش حاجة للفرنسية، مع الفرنسية كانت في جزء كبير من الفرنس اللي هو بتاع حتى الآن لم يحدث يعني كتيبة سوداء. عند حضرتك في حاجة مهمة جدا، يعني رواية الحروب وزمن التاريخ ده كله، رصدت حالة الإنسان، شفت إزاي بقى العلاقة ما بين المسيحيين والمسلمين اللي هي أجناس الأجناس اللي عايشة على مصر هنا، شفت الكلام ده إزاي في الرواية بتاعتك، تناولته إزاي؟ والله أنا في رواية طبيب أرياف تعرضت لموقف الأقباط اللي بيعيشوا وسط أغلبية مسلمة ويتعاملوا معهم بدون عقل ومنطق. المفروض إن إحنا شركاء الوطن الواحد، المفروض إن الأقباط دول أخوالنا. يعني حضرتك صورت هنا طبعا الريف او الفيوم على اساس ان هي العالم كله اعتقد كده. انا حسيت في كل مشاكل مصر، المكان ده فعلا مصر، هي فعلا مصر مش الفيوم، هي جزء كده مصر طلع منها كل ده. حتى حاجات كانت غريبه على الريف، يعني هذه الممرضه التي كانت تحلم بالطفل الصغير ثم دفعها العقل بتاع الى الاستبضاع، اللي هي القصة الموجودة في التراث العربي، ان هي ايه جوزها ما بيخلفش، فهي ايه تقع على احد اخرى. هي مش في الفيوم الحقيقة، يعني انا ما قلتش، انا ما ذكرتش اسماء، فهي ممكن تحدث في اي قرية عشان بس بتوع الفيوم ما يزعلوش مننا. هي ما دارتش احداثها في الفيوم، انما هي قابلية للحدوث في اي قرية مصرية. احنا ليه بس يعني شفناها ان هي دي الفيوم وأحلاهم وبتاعهم؟ يمكن لأن القرية على حافة الصحراء، والفيوم ده عبارة عن واحد، بس هي مش في الفيوم. هي في كرة كتير قوي على حافة النيل وظهرها للصحراء، وشال النيل وظهرها للصحراء. بس الوصف بتاعها حضرتك فعلا ده واحد متعايش،
يعني الأدوية شكل بتاع. أنا كنت بشتغل طبيب أرياف فعندي الخبرة الشخصية اللي خلتني أقدر أتعامل مع معاناة فعلا أنك تروح وتتعامل مع دوت وتتعايش مع الناس بالأشكال ديت كانت بصراحة يعني ثروة بصرية وبدنية أنت يعني وصفت فيها المكان جميل جدا يعني. القصة دي كل السنين اللي فاتت دي اختزنتها ازاي؟ يعني 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 قصة بهذه الثراء ازاي ما يعني يعني الحقيقة انا ما كنتش عارف يعني انا لما ابتديت اكتب في الرواية يعني بينهم كم سنة اللي هي ما بين الجزء الاولاني انكسر الروح واخيرنا كتير يمكن يكون اكتر من 10 سنين انما انا ما كنتش عارف ان انا مختزن جوايا كل الاشياء القديمة دي يعني. يعني لما ابتديت اقعد مع عملية الكتابة ابتدى التاريخ الشخصي والتاريخ العام ينسال قدامي على الورق، فبقيت افتكر شخصيات واحداث كنت فاكر ان انا مش عارفها. طبعا في اي رواية بيبقى فيه خليط من الواقع ومن الخيال، وبعد الزمن ده ما بتقدرش تفرق ما بين الاثنين. فانا قلت تجربتي الكبيرة ديت فيها على اساس ان اوقظ الحس لدى الاطباء اللي بيشتغلوا في الريف عشان نقدر نقيم تجربة الرعاية الصحية جوه الريف إلى أي مدى هي ناجحة وإلى مدى هي ناقصة. فكنت من خلال الرواية دي بدعو كل زملائي الأطباء اللي اشتغلوا في الريف أنهم يقدموا شهاداتهم عشان نكتشف ذلك الريف المصري المجهول إلى حد كبير ونضع روشتة العلاج. طبعا في عندك في جزء في صراع مع إسرائيل وحضرتك يعني لمسته في رواية كانت مهمة جدا اللي هي آدم من طين الولع والرعب. كان في مجموعة آدم من طين. المجموعة كانت مكونة من 5 قصص وروايتين قصيرتين في كتابين منفصلين، احتضار قطة عجوز وآدم من طين. حضرتك قعدت كل القصص الموجودة في الكتابين بيقول تجربة متصلة مع بعضهم في تقريبا نفس طبعا لأن هو في قول بيقول ان الكاتب ما بيكتبش غير رواية واحدة ويفضل يعيد في تفاصيلها طول الوقت، وانا حاولت اتجنب المسألة دي لان عارف العيب، بس ساعات بيبقى في عندك نقاط اساسية غصب عنك وانت بتفكر ترجع لها. يعني انا بعتقد ان رواية انكسار الروح دي هي الرواية المؤسسة بالنسبة لي. كتير قوي بعمل حلول في الروايات تانية بس بلاقيني برجع بشكل أو بآخر للرواية الأولانية، وده صراع الكاتب إن هو عايز يجدد نفسه رغم إن أدواته هي هي اللي بيمارسها. طبعا حضرتك برضو قعدت تعيد برضو السيرة القديمة وقلت عظماء في طفولتهم، وليك أكتر من كتاب في هذا المكان اللي هي إعادة صياغة أدب الشخصيات، مع إن إحنا بنقول إيه يعني هو يدخل بقى في العالم بتاعه الكبير اللي هو البحر الكبير، لكن ترجع تاني للأناية الصغيرة لكنك بتعيد صياغتها بطريقة جوهرية جدا. أنا أدب الطفل بيحتل جزء كبير قوي من اهتمامي، وكنت بعتقد أن دي وسيلة للتخفيف عن النفس. يعني الواحد بيكتب أدب الكبار مليان عنف وخيانة وتعب، فبيكتب أدب الطفل عشان يرجع بنفسه لعالم البراءة والسذاجة والأحلام الأولانية يعني. فأنا عندي شوية كتب للأطفال كده كنت بنقي بهم نفسي بشذب روحي. علاقتك بالأطفال إيه يا دكتور؟ علاقة رائعة. أنا بحب الأطفال، أولا عندي بنتين وولد، ودي ثروة كبيرة جدا بعتبر أنهم دول أهم إنجازات حياتي. وبشكل عام أنا شايف الطفل العربي مظلوم، وعلى رأي عبد التواب يوسف كان بيقول إن الطفل الغربي عنده مجلتين وكتاب نصيبه، إنما الطفل العربي نصيبه ما يوازي طابع بريد. يا حبيبي فإحنا ما عندنا الأطفال مظلومين جدا ومش واخدين الاهتمام الكافي إن نقدر نوجههم به. وزارة التربية والتعليم وطابع الكتب طباعة للطلبة والجامعة، هل ده موجود ولا وزارة الثقافة المفروض تعمل توليفة تانية؟ يعني يعني التعاون بتاع كتاب الأسرة بتاع زمان ودلوقتي، هل احنا مفتقدين ده يا دكتور؟ يعني مين هيتعرف عليك في الطلبة الجداد او الكلام دوت الا في
يعني ثورة في الكتابة دلوقتي في الأطفال الصغيرين. يعني الشباب الصغيرين ابتدى يكتب وابتدى يكتب بدون أي تجارب. إيه رأيك في التجارب دي صحيح؟ طلعت عليها وحضرتك طبعا أحد أعمدة المعرض الرئيسيين، مش حضرتك سنة دي في أنا موجود في المعرض وأنا معجب بتجربة الشباب في مصر. إحنا زمان كنا بنحفف أقدامنا وراء المؤسسات الكبيرة عشان تنشر لنا حاجة، يعني الأهرام، المعارف، التعدة كلها كنا دايما بنلجأ إليها وبنتوسل إليها وبنقابل الناس اللي فيها عشان ننشر كتاب. الجيل الجديد ما بيعترفش بكل دول. الجيل الجديد عمل مؤسساته الخاصة ودور النشر الخاصة بيه، وبيعمل أشياء بديعة جدا أحيانا وتجارب. هو هم كتير وبيكتبوا كتير، بس ده بيصفي وهيتخلق منهم أجيال كتير من الأجيال الكتاب المتحررين من سطوة المؤسسات الرسمية. إضافة طبعا لوجود النت، أنت شايفه ده وحرية النشر على النت واليوتيوب والبودكاست وغيرها، حضرتك شايف أن دي حاجة صحية ولا حاجة المفروض تبقى عليها ضوابط؟ النت أعاد الاعتبار للكلمة المكتوبة. الأول كان بيقولك الصورة أفضل من ألف كلمة والأشياء دي كلها، يعني لما ظهر النت أعاد الاعتبار للناس كلها، أداهم مساحة للتعبير عن مشاكلهم وعواطفهم وهمهم، وأداهم مساحة من الحرية مش موجودة في حياتهم الحقيقية. ورغم كل محاولات المنع والتحجير والقبض والمش عارف دي كلها، إلا إن المساحة دي موجودة ومتاحة وبتدي للناس متنفس كبير قوي، توصل للعالمية. وبتوصل للعالمية بالضبط. يعني أعتقد كده احنا يعني مش قادر أقول ننهي اللقاء ده، لقاء ساري جدا مع أستاذنا الكبير دكتور محمد المنسي قنديل، أحد أبرز كتاب الرواية والكتابة التاريخية بالذات، يعني وأعادة صياغة التراث القديم، تراث غني، تراث غني حقيقة. يعني أدعو الشعب المصري وقراء الأهرام والمستمعين إلينا في راديو الأهرام أن يرجعوا تاني لهذا التراث بعد أن يأخذوا فكرة في إنتاج الدكتور محمد المنسي قنديل، حتى نعيد تحرير التراث العربي من ربقة الفكر القديم والخوف من العبث بالتراث أو التفتيش في حقائقه من زيفها. كلمة أخيرة يا دكتور. احنا قلنا اتكلمنا كتير قوي. عموما أنا شاكر لك هذا اللقاء الممتع، وإنك تطرقت للعديد أو من القضايا، وعلى الأقل خلتني أقول بعض من الأشياء اللي بتخص كتاباتي وأدبي، وشكرا لك. الله يحفظك يا دكتور وربنا يخليك لينا. وطبعا دعوة في آخر اللقاء في كاتب وكتابة إلى القراءة ثم القراءة ثم القراءة في جميع الآداب وإعمال العقل والفكر فيما يقدم، حتى ننتج شكلا جديدا أو عصرا جديدا نتحرر فيه من كثير من التابوهات التي أقفلناها على أنفسنا وأقلقناها على أنفسنا، حتى نتنسم تيار الحرية وتيار التقدم. شكرا لكم أعزائي المستمعين وأحبائي المستمعين، كان معكم مقدما ومذيعا ياسر عبيدو.